الأستاذ الحسين نافع نائب الرئيس الثالث ختمت قبل قليل الدورة الاستثنائية الأولى لجامعة الصفيرات، ما هي ارتسامتكم عن هذه الدورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لمساء الجهة على تتبعها لإشغال الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الجامعي الصفيرات. اليوم والحمد لله اجتمع المجلس لمناقشة نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى تتعلق بمشروع النظام الداخلي، والنقطة الثانية تتعلق بانتخاب ممثل الجماعة بمجموعة التعاون بين الجماعات العاصمة الرباط. النقطة الأولى مرت في أجواء ديمقراطية، ناقش كل طرف كل حزب وأدلى بدلوه في الموضوع، وفي النهاية تم التصويت بالإجماع على مشروع النظام الداخلي ليصبح اليوم نظاما داخليا للمجلس الجماعي للصخيرات بقوة القانون. كما تم التصويت على الأخ سعيد السرعي بالإجماع ممثلا للجماعة بمجموعة التعاون بين الجماعات الرباط العاصمة. نعم، وماذا عن مقاطعة المعارضة لأشغال الجلسة الأولى؟ هذا موقف للمعارضة، لا أعلم سبب المقاطعة ولكن هو موقف يحترم. المهم أنه اكتمل نصاب عقد هذه الدورة وعقدناها، والحمد لله كانت دورة استثنائية بكل المقاييس في نقاشها وفي طريقة التصويت كما رأيتم. واليوم أظن أنه أغلبية ومعارضة مدعوون إلى العمل يدا في يد من أجل بناء صخيرات الغد، لأنه صخيرات في حاجة إلى تعاون الجميع بالنظر لانتظارات ساكنتها وانتظارات مواطنيها.